السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة؟ مين أول حاجة كان صلى على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. شكرا جدا 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 على التفاعل الأخير بتاع الفيديو الأخير، وعاوزينكم إن شاء الله نكبر بيكم ونوصل إن شاء الله للمليون. اتفضل يا ماما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيك يا جماعة؟ عاملين ايه؟ النهاردة عاملين النهاردة طاجن مكرونة النهاردة، و مكرونة فرن، مكرونة في الفرن كده، يعني حاجة خفيفة كده هنعملها يعني. 10 دقايق ماشي، تمام. اتفضلوا معانا يا جماعة. اتفضلوا معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. اتفضل نظبط. اظبط. يلا بدأ. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. السكة دي في التحدي برضه. ماشي. اقول لك ايه، شوف كده، جرب المعلقة كده، ها، بس انت هتكسب لي. طب سيدي استمليك يا مهن. خليك هنا يا ابو هن يا غالي. كل بالمعلقة احسن. لا ده انت الخصم بتاعي، ما كده انا مش هقول لك. معلقة من المعلقة كيف انا العكس. بالله عليكم، اللي طالع الفيديو ويعجبه مش ينسى يشترك في القناة، حطوا اللايك. انا حلفتكم بالله ما تنسوناش تعملوا لنا اللايك والاشتراك، عشان هو يعني تفعلوا الجرس. يلا ناكل. تحفة والله. سنة بره لهم. بعد ما انت فتتته الصراحة يا جماعة، فضلوا تعالوا معانا الريحة لو شمنها، بس انا هشمها مكانكم. كل بالي فهم. والله ما كنت عارف اعمله يوم ليان، لو مش نمت 10 دقايق انا نص ساعة مش كنت هعرف. معلش يا جماعة لو مش كنا بننزل فيديوهات على طول، والله العظيم عشان لان اقسم بالله ما بعرف اطبخ ولا اعرف اصور منها. كان علينا عشان كان علينا نفسي والله العظيم، كل يوم نفسي اعمل والله، واصور معاكم كده بس غصب عنه والله، اعذروني يعني. مش بتاع تتغدى. قلنا لسه 6 دقايق. والله كمية كبيرة. تلكم تلكم بس انا هكسبك برضه، نزل اللي عملته في يوم المحشي. Thank you.
نشكر جميع البلاد العربية كلها، العراق، الجزائر، السعودية، الأردن. أحلى تحية ليهم، تحية لأم مصر أم الدنيا كمان. طبعا الشعب العربي المحترم، قول ربنا ينصرهم يا رب. طب انت تضحك عليا؟ حرب العالميه اللي جامد عايشه يا جماعه، اعذرونا بقى، حطيت لك اللي هناكل بيها دي. انت لك صراحه، انت كنت سابقني في الاكل برضه، انا قعدت اجازف بس انت كنت. بس انت بسم الله ما شاء الله مخلصه معايا المكرونه حاجه دي يعني. بس ساجع، عشان ساجع شويه فانت مش. لا ما بعرفش اشرب ساجع مع سخن، اسناني بتوجعني على طول. لا وبعدين بعد الاكله الحلوه ديت لازم اعاقبك والله. يا جماعه بس مش ينفع اعاقبها، لازم اكفك. ماشي يا ابو هاني، ربنا يديك الصحه يا رب. تسلم ايديك، تبقى الف هنا. طيب يا جماعة بقى، مش عايزين نتجل عليكم، مش تنسونا بقى باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس، وبحبكم في الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.